كيف أسست حكومة إقليم كردستان بنية تحتية للصحة في الإقليم عموما في محافظة دهوك خصوصا؟ هل يحصل أصحاب أمراض المستعصية على العناية الصحية اللازمة والمجانية؟ كيف يمكن ضبط أسعار العلاج؟ هل الخدمات الصحية تصل إلى كل المناطق النائية في محافظة دهوك؟ كيف تعاملت مديرية صحة دهوك مع يوميات الحرب مع الإرهاب؟ إلى أي درجة تأثر القطاع الصحي بقطع الميزانية من قبل بغداد؟ في ظل قطع الميزانية، ما هي الخدمات التي لا زالت تقدمها مديريات الصحة للمرضى في إقليم كردستان؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الدكتور نزار أصمت، مدير الصحة في محافظة دهوك. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج نقطة ضوء. ضيفنا اليوم دكتور نزار أصمت، مدير الصحة في محافظة دهوك. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. ممكن تحدثنا عن من سنة 2004 إلى 2014، كيف قامت حكومة الإقليم بتكوين البنية التحتية لإقليم كردستان ودهوك خصوصا؟ شكرا على هذا السؤال المهم جدا. إحنا بال 92 من انسحبت كل إدارات الحكومة المركزية، الحكومة المحلية اللي وجدتها الأحزاب الكردستانية والبشمركة ذاك الوقت بأنه تمشي أمور الإدارة بالأقليم. بدينا استلمنا بنية تحتية سيئة جدا، بحيث كل المحافظة كان بها بس مستشفى واحد وهي مستشفى أزهتي، والمراكز الصحية هي مراكز همينة قديمة جدا وما بها كل الخدمات، والأجهزة الطبية ما كانت كلها متوفرة، ومعظم النواحي ما بها مراكز صحية، معظم المجمعات الكبيرة ما بها أي مركز صحي كان. فهاي كان واقع الصحة بال92. من 92 لل2003 كان العراق تحت حصار، وكان الإقليم تحت حصارين، حصار من كل الدول العالمية وحصار من العراق. فما كان الحكومة الإقليم قادرة على أنه تهتم اهتمام كبير بالبنية التحتية وتبني، بس كان تدير الأمور الإقليم والخدمات كانت متوفرة بالرغم من أكو هاي الضغوطات وهذا الحصار الكبير على الإقليم. فحاولنا أنه نمشي أمور المستشفى الموجودة، بعض المراكز الصحية الكبيرة حورناها إلى بعض المستشفيات في بعض الأغطية، بحيث كان عندنا مركز صحي وسعناه، بنينا بها قاعة عمليات بحيث تقدر تشتغل كمستشفى في قضاء مثل زاخو أو قضاء عمادية أو قضاء عقرة. وهاي المستشفيات ما كانت بالبنية التحتية الجيدة لأنها كانت من الأصل مراكز صحية وحورناها إلى مستشفيات. حتى في دهوك حورنا مركز صحي إلى مستشفى طوارئ. فهذه كانت البنية التحتية من 92 إلى 2003. بنينا مراكز صحية بعض النواحي في بعض المحلات في الأغذية الكبيرة بحيث تكون المراكز الصحية موجودة. لكن التطور اللي حصل بعد 2003، وراء ما 2003 ما أجل ميزانية الحكومة الأقليم من الحكومة الفيدرالية، الحكومة الأقليم أبدت أولوية إلى البنية التحتية لكل القطاعات ومن ضمنها قطاع الصحة. فبدينا ببناء مستشفيات في قضاء عقرة، بنينا مستشفى 100 سرير مستحدث جيد جدا. في قضاء زاخو بنينا مستشفى 200 سرير. في قضاء دهوك بنينا مستشفى العيون، مستشفى تخصصي للعيون. همينا بنينا مركز متقدم لأمراض القلب وعمليات القلب في دهوك. بنينا مراكز تخصصية خلال هالفترة، وبدينا نهتم بالبنية التحتية ونوجد المستشفيات وكذلك نوجد المراكز الصحية سواء التخصصية أو مراكز الصحية الأولية اللي هي المجتمع بحاجة إليها. وكان كلها ضمن خطة استراتيجية، وهاي الخطة كانت مستمرة، حيث ب 2012 بدينا بإعداد خطة استراتيجية نهتم بالبنية التحتية اللي ما موجودة لحد الآن. فبدينا بنبني 5 مستشفيات استراتيجية، مستشفى
تخصصي لأمراض التوليد النسائية، مستشفى تخصصي لأمراض السرطانية اللي ما موجود بالمحافظة، مستشفى عمومي في قضاء بردرج، مستشفى عمومي في قضاء العمادية في منطقة الشيلادس، ومستشفى مستشفى عمومي وطوارئ اللي هي المحافظة بحاجة ملحة إلى هاي المستشفى 300 سري في قضاء دهوك في 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 بين قضاء دهوك وقضاء سمعين. هاي البنية التحتية ما كملت مع الأسف لقطع الميزانية من قبل الحكومة الفيدرالية، لكن اللي صار بال 2003 لحد الآن من مستشفى واحد ب 92 إلى بعض مستشفيات إلى خمس مستشفيات بال 2003 صاروا 13 مستشفى، وإذا كملت هاي الخمس مستشفيات كان راح يصيروا 18 مستشفى بحيث تلبي حاجات أهالي دهوك. والمراكز الصحية من عدم وجود مركز صحي في معظم النواحي، هسه كل النواحي بها مستشفى فيها مركز صحي تايب اي اللي هي مركز صحي كبير جدا، وفي كل المحلات بها مركز صحي، وكل المدن الموسعه بها مراكز صحيه، بحيث المراكز الصحيه من 40 الى 45 مركز صحي، هسه عندنا 143 مركز صحي ومنها مراكز تخصصيه. منها المراكز التخصصيه ما كانت موجوده بالمحافظ قبل 2003، هسه عندنا 17 مركز تخصصي، مركز تخصصي لأمراض القلب، مركز تخصصي للكلى، مركز تخصصي لأمراض الدم وأمراض الدم والتلاسيميا، مركز تخصصي لأمراض المفاصل، مركز تخصصي لاكتشاف العوق المبكر وإلى آخره من كل هاي المراكز اللي هي المجتمع كانت بحاجة إليها. فتشوف التطور اللي صار بال 92 كيف أدرنا الأقليم تحت الضغوطات تحت الحصار إلى 2003، وكيف من شال الحصار وكان عندنا ميزانية بدينا ببنية تحتية إلى أن وصلنا لهنا. بال 2012 الخطة الاستراتيجية كانت تمشي بشكل جيد، مع الأسف من الحكومة الفيدرالية قطعت الميزانية، ما كملنا هاي المستشفيات الاستراتيجية، والمستشفى الطوارئ اللي كنا كلنا بحاجة إليه، وخاصة في الحرب ضد داعش كل الجرحى من المقاتلين البشمرقة الشرفاء اللي كانوا يقاتلون الدواعش من ينجرحون يجون، وعندنا مستشفى مؤهل بشكل جيد انه نستقبلهم، وكذلك كل افراد الجيش العراقي من بدت عمليه الموصل، من كانوا جرحى نجيبهم وما كان عندنا المستشفى. لو ما قطعوا الميزانيه هاي المستشفى كانت تنكمل بال 2014 قبل ما تجي داعش، فكان راح يكون عندنا مستشفى مؤهل بان نستقبل كل الجرحى وكل اهالينا اللي نزحوا همينا الى محافظه دهوك. دكتور، ذكرت الحرب على الارهاب انه فعلا فرض واقع صحي، كيف تعاملت مديريه صحه دهوك مع الجرحى اللي كانوا يجون لدهوك؟ احنا بال 2014 من صارت الحرب ضد داعش، الحرب حد ذاتها هي ازمه، وقبل هاي صار عندنا أزمة مالية من قطعة الميزانية من قبل الحكومة الفيدرالية، بس وبعدين من صارت الحرب، الحرب أثرت على الناس، فمو بس استنزفت الجهود العسكرية، استنزفت الجهود المدنية همينة والخدمات اللي احنا كنا نقدمها، وكذلك أدت إلى موجة نزوح كبيرة جدا، بحيث أن دهوك أهالي دهوك من 1,300,000 نسمة صارت 1,100,000 نسمة خلال أشهر، تقريبا ضاعفت، فكل هاي الضغوطات كانت علينا. فإحنا كإدارة محافظة دهوك شكلت بورد لتقديم الخدمات الإنسانية، اسمها البورد. عفوا دكتور، خلينا نحكي عن الخدمات اللي قدمت فقط للبيشمركة، وكيف طب اقليم كردستان الخدمات اللي قدمها لهم. احنا كنت راح اجي على هذه النقطه، بحيث احنا بالصحه كان عندنا خمينا خطه لكيفيه استجابه للازمه اللي صارت، فكان على اصعده متعدده. الصعيد الاول هو كيف احنا ندعم
قواتنا البيشمرجة الباسلة اللي تحارب الإرهاب. فبدينا بتشكيل فرق إسعاف مع فرق أطباء بحيث يكون بكل الخلفيات اللي بالجبهة يكون عندنا موقع طبي، وكذلك عندنا سيارات الإسعاف ترافق قوات البيشمرجة بأي عملية، بحيث الجرحى من البيشمرجة تعالج بالجبهة وبعدين نجيبهم على هاي المواقع الخلفية بحيث ننقذ حياتهم ونسوي لهم استقرار بالحالة وبعدين نحيلهم إلى مستشفيات محافظة دهوك. فهاي العملية كانت مستمرة من 2014 لحد الآن، ولحد الآن من تصير أي مشكلة احنا دا ندعم البيشمرجة بهذا الشكل، وعالجنا هواية من الجرحى، والفرق الطبية في محافظة دهوك أنقذ هواية من البيشمرجة الباسلة وهمينا من قوات الجيش العراقي. نرجع على قوات الجيش العراقي، الخدمات اللي قدمتوها للقوات هل كانت الحكومة العراقية تدعمكم بها؟ كلا، احنا كل الخدمات اللي قدمنا بها للبيشمرجة ولقوات الجيش هي من الخدمات اللي كانت دعم تجينا من الاقليم كردستان، يعني مو من جهودنا اللي متوفرة يمنا احنا نقدم هاي الخدمات. يعني الحكومة العراقية ما كانت أنه طبعا بعد الأزمة اللي صارت بين الحكومتين، حكومة العراقية وحكومة الإقليم، في فترة الحرب على الإرهاب، فكان فترة الإقليم يمر بمرحلة صعبة. أثناء الخدمات الطبية اللي كنتوا تقدموها كانت قليلة، هل الحكومة العراقية ما دعمتكم كعلاج، أدوية، دكاترة؟ كلا، احنا حتى نكون واقعين وصريحين وياكم، احنا الحكومة الفيدرالية تعاملتنا مثل قبل، يعني ما عاملتنا بأن يكون هناك حرب، أكون هناك حاجات ملحة، أكو ناس نازحين يجوا، لا، خاصة بالفترة الآونة الأولى من الأزمة، بالعكس ما حاول، ما دعمنا بهذا الدعم، وكان أكو هواية من الحجج، منها طرق مسدودة، ما نقدر نجيب المعونات إلى الأقليم. الخدمات اللي كانت تجينا من بغداد أو المعونات أو حتى حصصنا اللي كانت تجي هي نفس الحصة اللي كانت تجينا السنوات اللي قبل، حيث بأن من حاجتنا كانت تجينا حدود 45%، وإحنا حاجتنا هي أن احنا نقدمها 100%، وأكيد وزارة الصحة ببغداد ما كانت تقدر تلبي حاجات كل المحافظات مو بس الأقليم، بس كان أكو فرق حمينا. مثلاً إذا قارنا نفسنا ويا موصل قبل الأزمة كانت تجي لهم مثلاً 60%، بس كانت تجينا 45%، فهاي الفرق همينا كانت تأثر علينا. فبدل ما نزيد حصة الأقليم في الآونة الأولى قلت، بعد ما اجت موجة النزوح كانت أكو بعض المبالغ من الأدوية وهاي مخصصة للنازحين، فتجي على وزارة الصحة في الأقليم وهي توزعها حسب كثافة النازحين، توزعهم على هاي الدوائر الصحة، ومنها دائرة الصحة دوك ودائرة الصحة نينوى اللي كنا نشتغل سوا لتقديم الخدمات. فهاي الهمين الحصص ما كانت يعني تلبي حاجات النازحين، لأن حاجاتهم هواية كانت. سؤال عن النازحين، بعد الموجة النزوح اللي صارت من داخل العراق ومن خارج العراق، كصحة دهوك في محافظة دهوك هل كانت مسيطرة على الوضع الصحي؟ طبعا، مثل ما يقولون بتقدير من مؤسسات عالمية، يعني مثل منظمة الصحة العالمية، مؤسسات مثل جامعة هارفارد، جامعات أخرى تسوي دراسات، أكيد دائرة الصحة دهوك كان عندها أولويات. الأولوية الأولى هي منع حدوث أي أوبئة، وخلال هالفترة ما صارت أي وباء في محافظة دهوك. من صارت وباء الكوليرا في العراق كان هناك حالات متفرقة في دهوك، وما صارت إلى المستوى اللي بحيث يصير وباء وسيطرنا عليه. ما نسبة تغطية اللقاحات ضد الحصبة وضد شلل الأطفال كان جيدة جدا، بحيث ما كان عندكم أي اشتباه أو أي حالات. فإحنا بمنع الأوبئة نجحنا، وإحنا فخورين بأنه ما صار أي وباء في محافظة دهوك.
كذلك بإيصال الخدمات الصحية الأولية إلى كل المخيمات وإلى كل النازحين، كل اللاجئين. كيف كنتوا توصلوا هذه الخدمات؟ بتعاون الجيد مع منظمات الإنسانية، وبتعاون الجيد مع المؤسسات الأخرى في المحافظة، وبعمل علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، مؤسسة الأمم المتحدة، منظمات مختلفة الأممية، بحيث تجيبنا طاقات بشرية وهمنا دعم مالي وهمنا دعم بالأدوية والمستلزمات الطبية حتى نقدر نستمر بالخدمات في هاي المخيمات. يعني هل كانت في داخل المخيمات كوادر طبية تبقى مستمرة إنه في العمل فيها؟ من الناس النازحين هواية منهم أطباء، ممرضين، صيادلة، احنا استفادينا من كلهم، الكل قاموا بتقديم الخدمة إلى أهاليهم، وكان البعض متطوعين والبعض كانوا يجي لهم دعم من مؤسسات لا حكومية، من منظمة الصحة العالمية، من منظمات أخرى، من حكومة الأقليم. أكيد إن الضغط اللي صار من النازحين على الخدمات الصحية هي كبيرة جدا، ونقدر نقولها بالأرقام، بحيث من 2014 لحد الآن 2,713,558 مراجعة من النازحين على المؤسسات الصحية اللي دخلوا لمستشفياتنا في المحافظة. هاي فقط في دهوك دكتور؟ فقط في دهوك، في محافظة دهوك. اللي دخل في مستشفياتنا، عدد الدخول من النازحين هي 88,652 شخص. اللي عدد الولادات صارت 32,410 ولادة في مؤسساتنا من النازحين. وعدد العمليات الجراحية اللي قدمناها للنازحين هي 18,493 عملية جراحية، هاي متوسطة وفوق الكبرى وفوق الكبرى. هاي كلها عمليات، كل خدمات قدمناها خلال هاي الفترة للنازحين فقط، فهاي كلها جهود وفي عز الأزمة. في عز الأزمة قدمنا هاي الخدمة كلها، هاي غير الخدمة اللي قدمناها بالمخيمات، وغير الخدمة الوقائية من التلقيحات أو من رعاية الحوامل. دكتور، أكو تقرير إحنا سوينا، حابة أنه أنت تشوف حضرتك وتعلق لنا على هذا التقرير. في فجر يوم العاشر من حزيران عام 2014 استفاق المصليون على يوم يملأه الرعب والترقب والحذر، اليوم الذي اجتاح فيه إرهابي داعش لثاني أكبر المدن العراقية، فنزح أكثر من 1,800,000 نازح إلى مدن إقليم كردستان، حيث بلغ عدد النازحين إلى محافظة دهوك وحدها أكثر من 800,000 نازح. رئاسة صحة محافظة دهوك طبعا قدمت إنجازات كبيرة وكثيرة لأهالي مدينة الموصل ونازحيها منذ طبعا يعني حقيقة الاحتلال داعش لمدينة الموصل، ونعرف بصراحة مدى الزخم الكبير من النازحين يعني إقليم كردستان. هذه الرئاسة، رئاسة صحة محافظة دهوك طبعا حقيقة سارعت إلى تقديم كل الأشكال وألوان الدعم، يعني مستلزمات طبية، معالجة حالات طائرة، طبعا مئات الآلاف من الناس من النازحين بادرت مبادرة إنسانية، وحقيقة دورها الإنساني الريادي يشاهد به. وينبغي أن علينا نحن أهالي مدينة الموصل أن نتقدم بجزيل شكرنا وتقديرنا للجهود الجبارة العظيمة التي بذلها منتسبو وكوادر هذه الرئاسة المتفانية، التي تفاعلت يعني وسارعت، تفاعلت وسارعت مع حدث عظيم هو حدث النزوح، واحتياجات حقيقة أهالي الموصل الكثيرة من الناحية الطبية. كان لرئاسة صحة محافظة دهوك ولكادرها الصحي المنتشر في جميع مستشفيات دهوك، بالإضافة إلى المراكز الصحية في المخيمات، الدور البارز في استقبال هؤلاء النازحين ورعايتهم صحياً، حيث أجريت لهم آلاف العمليات الصغرى والكبرى أيضاً.
الساعات الأولى لعمليات تحرير محافظة نينوى من قبل قوات البيشمركة والجيش العراقي شرعت فرق الكوادر الطبية من نقل جرح المعارك من أرض المعركة وإخلائهم إلى مستشفيات محافظة دهوك وأربيل. ورغم وجود نقص بالأدوية والمستلزمات الطبية وقطع ميزانية إقليم كردستان من قبل الحكومة الفيدرالية وبالرغم من أعداد النازحين الهائلة ومراجعة مئات الآلاف منهم إلى مستشفيات الإقليم لغرض العلاج وإجراء العمليات المستعجلة، إلا أن الحكومة الفيدرالية قللت من حصة الإقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى توقف المشاريع الصحية في الإقليم. الملفت للنظر أن الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى قطع الميزانية عن إقليم كردستان منذ عام 2014 لم تعر الاهتمام لقطاع الصحة أيضا ومنها محافظة دهوك، وتم تقليل حصة إقليم كردستان من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المشاريع الصحية أيضا. أكرم سليمان، زاغروس تي في، دهوك. طبعا دكتور شفنا التقرير، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ أول شيء أشكرهم، هاي واجبنا إحنا نخدمهم، وإحنا حاولنا بقدر المستطاع اللي نقدر نسويه سويناه بجهود يعني شو نقول، كل الكوادر الطبية في المحافظة وكل أهالي دهوك حاولنا نساعد النازحين واللاجئين، وإن شاء الله ما قصرنا وياهم. أكيد كان هدفنا هو مثل ما قلت منع الأوبئة وإيصال الخدمة، وكذلك إيصال الخدمة حتى على المستوى الثاني إلى كل الأهالي النازحين، بحيث كان عندنا خدمة الإسعاف بحيث الناس اللي هي بحاجة إنه تحال إلى مستشفيات نحيلها حتى من المخيمات إلى المستشفيات. ولفترة طويلة جدا كان النازحين كلهم معفين من كل الرسومات، حتى ولا رسومات بسيطة همنا مثلا ناخذ من الأهالي النازحين واللاجئين، وكنا نخدمهم وهذا واجبنا أكيد. منع الأوبئة هي مو بس التلقيحات، وإنه هو نشر الوعي الصحي وكذلك منع الحشرات أو المسببات اللي هي تؤدي إلى أنه تصير فتف وباء، وأكيد هاي من واجبنا. مرة أخرى أقولها، حتى إحنا قمنا بالرش مو بس المخيمات، قمنا بالرش المناطق اللي كانت تتحرر مجددا من داعش، وحتى نمنع الكوارث الطبية والبيئية اللي كانت تصير بهاي المناطق. بالتالي هلا نقدر انه نقول كردستان خالية من الأمراض الوبائية؟ كلا، انه كردستان هي دائما معرضة الى أوبئة، لان العراق كله معرض الى أوبئة واحنا جزء من العراق، فأكيد اي وباء تجي من صارت الكوليرا صارت بالوسط اول شيء، بعدين اجت الى مناطق اخرى، وبعدين صار كردستان، ومن صير وباء الحصبه نفس الشيء صارت، فاحنا معرضين انه يصير كل وباء، فلهذا احنا لازم نستمر بحملات التلقيحات الوطنيه، وكذلك نشجع الناس على الاهتمام بالوقايه الصحيه وكيف منع حدوث الوباء، وكذلك نرفع الوعي الصحي لكل الناس. فكردستان هسه إن شاء الله ماكو أي وباء، بس دائما أكو تهديد، مو بس على كردستان، على كل البلدان بالمنطقة أكو تهديد، بحيث تصير وباء الكوليرا، وباء الحصبة، أو الأمراض الأخرى المعدية. هل الصحة في إقليم كردستان مستعدة لهذا الشيء؟ الصحة في إقليم كردستان تعاني كثيرا جدا، لأن الصحة مثل ما كملنا المسيرة البنائية اللي كنا مستمرين بها بعد ما صارت الكوارث هاي كلها، لهذا احنا ما مستعدين بشكل جيد لأي كارثة جديدة. عندنا نقص كبير جدا بالكوادر الطبية وخاصة الأطباء والممرضين، حصصنا بالأدوية ما تلبي حاجات السكان، سواء سكان أهالي الأقليم أو حتى النازحين واللاجئين، فالأدوية همنا عندنا شحة ببعض الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، أدوية الأمراض السرطانية همنا عندنا مشاكل بيها. عدم إكمال بنية تحتية أثرت سلبا على
تقديم الخدمة جيدة النوعية للناس. فأكيد هاي همينة احنا لازم نستمر بيها. فالصحة بإقليم كردستان بحاجة إلى دعم كبير جدا بحيث تقدر تستمر من تستلم حصصها من الدعم من الحكومة الفيدرالية. حكومة الإقليم تنطي أولوية للمشاريع اللي بديناها حتى نكملها بأسرع وقت ممكن، وتستمر دعم المجتمع الدولي للإقليم حتى تستقر الأوضاع وترجع كل هؤلاء النازحين إلى أماكنهم الأصليين، حتى نقدر إحنا همينة نلبي خدمات المجتمع أهالي المحافظة والإقليم كردستان. هل المستشفيات في محافظة دهوك وفي محافظات إقليم كردستان مستعدة على أنه هي تتعامل مع الأمراض المستعصية، أو تقدر أنه توفر لهم العلاج، أو تقدر توفر لهم الرعاية الصحية؟ إذا ما كان متوفر شنو البديل لهم؟ هو أكثر الأمراض هي تعالج بمستشفيات الإقليم، معظم الأمراض. بعض الأمراض اللي تحتاج إلى مركز تخصصي دقيق جدا لحد الآن ما موجود، يمكن ما نقدر نعالجها بالإقليم. مثلا بعض الأمراض مثلا الجملة العصبية أو العيون، أو بعض أمراض القلب، أو بعض أمراض السرطانية اللي ما نقدر نلبي كل حاجات المرضى في داخل مستشفياتنا في الإقليم. هاي بحاجة إلى أو تحال إلى مراكز أخرى. فإذا هي هذه المراكز موجودة في العراق، الأولوية لازم تكون إحالة هاي المرضى إلى هاي المستشفيات. إذا ما موجودة لازم نشوف مستشفى بها، مستشفى من الدول المجاورة اللي هي قريبة حتى نعالجهم. بس هذا حل مو استراتيجي، هذا حل وقتي. لازم يكون الاستراتيجية إيجاد هذه العلاجات داخل الإقليم وداخل العراق، بحيث المرضى ما تكون بحاجة إلى أن تحال إلى أو تذهب إلى دول أخرى لقضاء حاجتها من الصحة والعلاج اللي هي بحاجة إليه. الأشخاص اللي يعانون من مرض الكانسر كيف يتم العلاج وياهم، أو كيف توفرون لهم العلاج؟ هل هو مقابل يعني مادي أو مجاني؟ كل المرضى السرطانيين مدعومين من صندوق أمراض السرطان في الإقليم، بحيث كل الأدوية نلبيها وكل العمليات اللي هم بحاجة إليها متوفرة ونسوي العلاجات. العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي، هاي من العلاجات. العلاج الكيميائي دائما كان أكو نقص بعض المواد، وهاي كانت تأثر على البروتوكولات مال العلاجية. فأكيد هاي من النواقص اللي كانت دائما لازم تجينا الحصص بشكل جيد من الكيمياء في بغداد ومستمر، لأن هاي من الأمراض لازم ما تنقطع الأدوية عنها. العلاج بالأشعة ما كان موجود بالإقليم قبل، هسه موجود بأربيل، موجود بسليمانية، وإحنا كنا نبني مستشفى سرطان كان بها كل الأقسام. على أسف متوقف الآن لقطع الميزانية على هاي المشاريع. فأكيد كل العلاجات هي مجانية لهذولا المرضى. بعض العلاجات اللي ما متوفرة هم من صندوق دعم أمراض السرطان دي يدعمهم لحالتهم إلى مستشفيات أخرى في تركيا أو في أردن أو في إيران في الدول المجاورة حتى تعالجهم. بس مو كل حاجاتهم ملبية من هذا الصندوق أو من حكومة الإقليم، لأن همنا عندنا إمكانات محددة ما نقدر نلبي كل هاي الحاجات. سجلنا بعض الأسئلة للمواطنين، فحابين أنه أنت تسمعها وترد عليهم. طبعا سؤال موجه إلى رئيس صحة دهوك. طبعا بالنسبة للنازحين يعني مشكورين طبعا دا يعطون يعني أنه يعني الأطفال اللي حديثي الولادة يعطوهم قسائم وخلافه، يعني شغلة شرعية ومنظمة 100%. بس هل يا ترى أنه كثير من المحافظات ما تعترف ببيان الولادة اللي خاصة صادر من إقليم كردستان أو محافظة دهوك؟ يعني أنا واحد من الناس أنه جاني طفل، وطبعا مشكورة صحة دهوك، أعطته بيان ولادة، وفرت كل الاحتياجات الضرورية لزوجتي وللطفل أيضا، لقاحات وخلافه، سجل صحي كامل عنده موجود. بس البيان الولادة حكومة المركزية أو حكومة الاتحادية في بغداد ما تصادق عليه، يعني ما تطلع له هوية. لحد الآن صار عمره سنة
وما يقبلون يطلعوا الهوية، فنرجو أنه يجيبنا مشكورا على هالسؤال هذا. دكتور شو ردك على هذا السؤال؟ سؤال جيد جدا. احنا كل بيانات الولادات وبيانات الوفاة تجينا من وزارة الصحة في الأقليم، فإذا هي ما مطابقة، هي بيانات الوفيات والولادات بالحكومة الفيدرالية، هاي فت تعاون وتنسيق يراد لها بين وزارتين حتى يصير في التنسيق بيناتهم وتصير الأمور ماشية للناس. تجينا الوزارة العراقية متعاونة معكم؟ هاي أكيد لازم يكون في تعاون، لأن في يمكن في فرق بين بيان الولادات والوفيات. احنا طبعا اللغة الكردية هي اللغة الرسمية بالعراق، فلازم هاي البيانات الوفيات والولادات صادرة في مؤسسة حكومية معترفة دستوريا، فلازم هي تكون ماشية ببغداد. فإذا هم ما يعتمدون على هاي فهي هذا فتخلل في الحكومة الفيدرالية، لازم يصير في التنسيق بينهم وبين حكومة الأقليم حتى يحلون هذه المشكلة وحتى الناس ما تتعب. فتجينا كتب من وزارة الصحة بغداد على صحة صدور هاي البيانات، فنجاوبهم عن طريق وزارة الصحة بالأقليم إنه هاي صادرة حسب الأصول، لأنه أكو ولادة صارت مستشفى الولادة في دوق، فنعطيناهم بيان ولادة، وهاي البيان الولادة هي مصدقة نصدقها وندزهم مرة أخرى، فصير تعب على الناس تجي وتروح ومرات كتب وتروح بغداد وترجع على الأقليم وعلى دهوك، فهي كلها وقت وتعب، والشخص هو فعلا عانى وأكو ناس آخرين هم من يعانون من هذا الشيء. وكيف نوفر أنه عن هذا التعب كيف نساعدهم به؟ هو لازم يصير تنسيق بين وزارة الصحة ببغداد وزارة الصحة بالأقليم، بحيث أنه يعتمدون على بيانات الوفيات والولادات اللي صادرة بالأقليم. هل الآن تنسيق موجود بين الوزارتين؟ أكو تنسيق، بس هاي المشكلة يمكن ما حاليها لحد الآن، لهذا تجينا كتب صحة صدور على هاي البيانات، فإحنا نجاوب إن هي أكو تصديق عليها أو لا. بالنسبة للكثير من المواطنين حاليا دي يشتكون من الأسعار العلاجية أو المختبرات أو دخولهم للمستشفيات أو المعاناة، كيف تحلون هذا الموضوع؟ احنا تعرف احنا النظام الصحي في العراق بعام وفي أقليم كردستان هو نظام مختلط، عندنا القطاع العام وعندنا القطاع الخاص وعندنا الأكاديمية للجامعات. فالطبيب يقدر يشتغل يكون مدرس بالجامعة ويشتغل بالقطاع العام ويشتغل بالقطاع الخاص همينة، فيكون موجود فأكيد احنا أسعارنا بالقطاع العام هي أسعار رسومات رمزية، فقط بعض الرسومات اللي هي على بعض الخدمات اللي هي تقدم من مراكز تخصصية دقيقة جدا، احنا هاي الرسومات تكون شوية أعلى، ولكن إذا تقارنها بالقطاع الخاص هي همينة قليلة جدا. فأكيد هذه المبالغ مو هواية على الناس في القطاع العام، ولكن في القطاع الخاص فعلا مكلف على الشخص، والأدوية غالية من تجي الأدوية وخاصة فحوصات همينة، لكن أجرة الطبيب مو أجرة كبيرة جدا، لكن الأدوية والفحوصات وهي أجرة الطبيب تصير شوية مكلفة بالقطاع الخاص. كوزارة الصحة في الإقليم ما تتدخلون أنتم بهالمواضيع تعملون كنترول عليها؟ سوينا هواية لجان تنسيق بين النقابات النقابات المختلفة في القطاع الصحي، سواء نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة المختبرين أو البيولوجيين ومختبر المهن الصحية، كلهم أكو تنسيق بينهم وبين وزارة الصحة وبيننا وبينهم في المحافظة، بحيث نسوي كنترول على هاي القطاع الخاص. لكن المشكلة أنه خاصة إذا نجي على الأدوية الاستيراد تجي من أكثر من منشأ وبأسعار مختلفة، فالسعر المحدد للفائدة للصيدلانية أو للمدخل أو للشركة هي محددة، لكن هو من يشتري من منشأ غالي واحد يشتري أقل، فنفس النسبة يضيفوها على هذا المبلغ فتكون مختلفة، فالسيطرة عليها شوية صعبة، لأن يعني منشأ أو استيراد الأدوية هاي من مناشئ مختلفة، فما نقدر نسيطر عليهم بهالنظام، فلازم يكون هناك نظام آخر بحيث أنه نفرق بين الأنظمة الصحية في القطاع الخاص والقطاع العام
وكذلك أنه يكون سيطرة أكثر على استيراد الأدوية وفحص الأدوية ونوعية وجودة الأدوية همينة تكون بشكل جيد. ذكرت الدكتور عن كان سؤالي على هذا الموضوع أنه الشركات اللي تجيب الأدوية إن كانت القطاع العام أو القطاع الخاص هل هناك مراقبة شديدة على نوع الدواء أو على مدة صلاحيته أو كيف دخوله إلى أقليم كردستان؟ أكيد إحنا كل الأدوية هسه ما تدخل كردستان إذا هي ما تكون مصدقة من السيطرة النوعية في الأدوية في الأقليم. أي دواء غير مصدق أو غير مفحوص فهذا الدواء إجا بشكل غير قانوني إلى الأقليم. عندنا هسه سيطرة كلية على كل المداخل أو الجمارك لاستيراد الأدوية، والشركة اللي هي ما مسجلة لاستيراد الأدوية ما تقدر تجيب أدوية للأقليم إلا إذا تجيب بشكل غير قانوني أو بطرق غير قانونية. عندنا بعض الخروقات اللي نشوفها في بعض الصيدليات، نشوفها والمداخل نشوف أدوية غير مفحوصة، فصار بالآونة الأخيرة من وزارة الصحة لجان مشتركة، وهاي اللجان هي اللي هسه بادرت بتفتيش كل المداخل وكل الصيدليات، وبحيث إذا تشوف أي دواء ما مفحوص أو تم إدخاله بشكل غير قانوني تتخذ إجراءات آنية ضد هذه المداخل أو الصيدليات. حاليا نقدر نقول أنه الأدوية اللي تدخل في الأقليم كردستان هي في مرحلة الأمان؟ مو كل الأدوية، لحد الآن أكو بعض الأدوية تجي بشكل غير قانوني، بس معظم الأدوية اللي هي مفحوصة من الكي ام سي اي احنا نسميه اللي هي السيطرة النوعية على الأدوية في الأقليم، إذا هي مفحوصة من قبلها أكيد إنه ماكو أي غبار على نوعيتها أو جودتها. احنا حكينا بموضوع قطع الميزانية من قبل الحكومة الفيدرالية، بسبب قطع الميزانية هل أثرت صحيا على مواطنين إقليم كردستان وعلى اللي ساكنين في إقليم كردستان؟ أكيد أكيد المعاناة اللي عانينا منها بقطع الميزانية هواية جدا جدا، وأكيد المسؤول عن قطع هاي الميزانية هو المسؤول الأول على معاناة هؤلاء الناس كلهم، فهواية من المرضى اللي ما عندهم المال اللي يشترون دواء وما كان تجينا الدواء حصصنا من الأدوية أكيد أثرت عليهم سلبا. ثانيا قطع الميزانية أدت إلى أنه ما نقدر نستمر بتقديم خدمات النوعية وبالاهتمام بالبنية التحتية، وكل المشاريع توقفت اللي حس الناس تعاني من عدم وجود هذه المستشفيات، فالناس تعاني لعدم استمرار الإكمال هاي المشاريع، لعدم الاهتمام بالمرافق الأخرى الصحية، بعدم الاهتمام بالنوعية، وكلها صارت نتيجة قطع هاي الميزانية. فمعاناة الناس هي من قطع الميزانية على الأقليم، وأكيد المسؤول اللي هو اللي قرر أنه يقطع الميزانية على الأقليم هو المسؤول الأول، ولازم كل الناس تطلب حقوقه من 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 هذا القرار السيء جدا اللي أدت إلى مساوئ إنسانية في الأقليم. ألا يوجد خطط بديلة لهذا الموضوع في حالة إذا استمر الوضع كما هو؟ من صارت الأزمة كيف إحنا استمرنا؟ فالكل كان يمكن يعني يشترط انه راح نفشل وما راح نستمر وراح يصير أوبية وراح يصير كل شيء بالأقليم، بس ما صار اي شيء من هاي، احنا استمرنا. الموظفين بدون ما ننطيهم رواتبهم استمروا يشتغلون وساعات طويلة، واكثر اكثرهم يشتغلون ساعات إضافية همينة، ومشكورين احنا نشكرهم، لأن بدون هذول الموظفين الجيدين اللي يشعرون بالمسؤولية في هذه الأوقات الصعبة ما كنا نقدر نستمر بالخدمة. ثانياً المستشفيات حاولنا غيرنا استراتيجيتنا من الاستراتيجية البنائية إلى استراتيجية بأنه نبقي الخدمة. الخدمة الضرورية تبقى نقدمها للناس، وكل مستشفياتنا بقيناهم كما هي، ولا مستشفى سدينا أبوابها، وبالعكس بنينا أجنحة جديدة، أضفنا أقسام أخرى، جبنا أجهزة جديدة بحيث حتى نستمر، لأن الحاجة ازدادت. إذا نقارن 2013 و2018 الحاجة ازدادت 4 مرات، والبنية التحتية هي نفس البنية كانت،
والكوادر الطبية عددهم قل إلى النصف، حيث إمكاناتنا صارت نصف والحاجة ازدادت 4 مرات، وحاولنا أنه نبقي المستشفيات واستمرينا بهم. بس هاي الأزمة إذا تستمر بهالشكل أكيد أنك إمكاناتنا محدودة. إذا المجتمع الدولي بضغوطات من الحكومة الفيدرالية كلها تنسحب على موصل ومناطق أخرى، وإذا الدعم همين يكون مقطوع، الميزانية مقطوعة من الحكومة الفيدرالية، أكيد راح يصير معاناة أكثر بالأقليم. نحن ما نقدر نستمر بهالشكل تحت هاي الضغوطات هواية، وكل هاي الناس اللاجئين والنازحين موجودين يطلبون الخدمة الصحية والخدمات الأخرى. الخطة البديلة هي إحنا راح نطالب حقوقنا من الحكومة الفدرالية، ونضغط على بشكل رسمي، نضغط وقانون نضغط عليهم بحيث تجينا الميزانية حكومتنا حتى نقدر نستمر نلبي الخدمة. راح إحنا مستمرين بالتنسيق الجيد مع المجتمع الدولي، وراح نستمر بهذا التنسيق، وراح نكون ننشر الحقائق، كل الحقائق بدون ما نخفي أي حقيقة سواء كانت جيدة أو غير جيدة، حتى يعرفون واقع اللي إحنا نعيش بها، وحتى يقدرون يساعدونا. وإحنا مستمرين بهالخطة، والحد الآن إحنا ناجحين، وإن شاء الله راح ننجح بالمستقبل، وإن شاء الله راح يصير تنسيق أكثر بين حكومة الأقليم والحكومة الفيدرالية، بحيث تجينا كل الإمكانات اللي كانت لازم تجينا من الحكومة الفيدرالية، حتى نستمر نقدم الخدمة للناس. نتمنى كل التوفيق دكتور. الكلمة الأخيرة لحضرتك في نهاية الحلقة. شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله قدرنا أنه نلقي الضوء على بعض الأمور في القطاع الصحي في محافظة دهوك. إحنا هدفنا هو ننشر الحقائق، وهدفنا إحنا نطلب كل المساعدة من كل خير يقدر يساعدنا بأنه نستمر نبني في القطاع الصحي، ونبنى الأوبئة على الناس عموما في العراق وفي أقليم كردستان وفي محافظة. شكرا جزيلا لكم. شكرا حضرتك دكتور. هنا تنتهي حلقتنا، نلتقي بحلقة جديدة إن شاء الله.